لكن يمكن أهم حاجة بالنسبة لدعوة القوات المسلحة في تطور، أو خلينا نقول توضيح في المواقف، أو توضيح أكتر لما قاله الفريق السيسي امبارح. ده كان على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على الفيسبوك، وأدمن القوات المسلحة وتحت عنوان الفرصة الأخيرة قال فيها إن القيادة العامة للقوات المسلحة وفور انتهاء فعاليات مظاهرات بكرة هتقوم بتغيير استراتيجية تعاملها مع العنف والإرهاب الأسود الذي لا يتفق مع طبيعة وأخلاق هذا الشعب العظيم وبالأسلوب الملائم ليه واللي هيكفل الأمن والاستقرار لمصر. كمان في الرسالة قال فيها ان دعوة القائد العام للقوات المسلحة للشعب المصري ان هو يحتشد بكرة في ذكرى غزوة بدر، الموضوع ده ليه معاني ودلالات اعمق واكبر من كل من اجتهد في التفسير، اشارة طبعا لما يقال على منصة رابعة، وليه منا كل الاحترام سواء اخطأ او اصاب، وان المعاني دي واضحة للجميع ورؤيتها بسيطة وسلسة. كمان الرسالة تضمنت ويمكن توضيح برضو انه موضوع ان في مهلة 48 ساعة، لما الفريق السيسي امبارح اتكلم وقال انا بدعو الشعب المصري على يوم الجمعة، يعني عندنا النهاردة وعندنا بكرة للتراجع وللانضمام للصف الوطني استعدادا للانطلاق للمستقبل. وجدد كمان التأكيد على ان ثورة 30 يونيو هي ارادة الشعب، ما هيش انقلاب عسكري زي ما البعض بيحاول تصويره للغرب، والحشود الهائلة اللي نزلت في اليوم ده خير دليل على هذا الكلام. وبرضو مرة تانية التأكيد على مسألة ما يصار حوالين انشقاقات أو انقسامات في القوات المسلحة، برضو أن القوات المسلحة برضو على قلب رجل واحد، وأن كل اللي بيقال على منصة رابعة هو الكذب والافتراءات ووحي خيال كاذب ومريض يفتقد إلى أبسط أنواع المصداقية.